اهلا بيكم في السيشن الثالث من كورس الكروشيه. احنا هنتعلم النهارده ازاي نعمل ورده زخرفيه، ورده بسيطه جدا وبدائيه. انا هعمل اساسي بالنسبه لي السلسله، هعمل 7 سلاسل. ده فرضا، ده على حسب حجم الورده اللي انا عايزاها. السبع سلاسل دول هيطلعوا لي 4 ورقات. ادي 1 2 3 4 5 6 7، واقوم قافلها، هقفلها بالغرزة المنزلقة اللي هي نص عمود. وهبتدي اخد 3 سلاسل واعمل 3 عواميد بلفتين، وابتدي اخد 3 سلاسل كمان واقفلهم بالغرزة المنزلقة. ده كده كون لي اول وردة. هنقل على الوردة التانية، 3 سلاسل، 3 عواميد بلفتين، وبعدين 3 سلاسل كمان واقفلهم بالغرزة المنزلقة. اقوم ايه كده مضيقة الغرز على السلسلة بتاعتي، الدايرة بتاعتي الاساسية، علشان يبقى في مكان اعمل للغرز التانية. هاخد 3 سلاسل، اعمل 3 عواميد بلفتين، طبعا انا ممكن اصغرها واكبرها بالـ7 سلاسل اللي انا عملتهم في الاول. واقوم قافله بالغرزه المنزلقه، واقوم مضيقه الورد. كده ابتدت شويه تبان معايا. انا عملت 3 ورقات وهعمل الرابع. هاخد 3 سلاسل واخد 3 عواميد بلفتين، دايما ماسكه بدايه القطعه معايا في اولها كده تحت ايدي. هاخد 3 عواميد بلفتين، واخد 3 سلاسل كمان
وأقوم قافلاهم بالغرزة المنزلقة. ثلاث سلاسل وأقوم واخداهم بالغرزة المنزلقة. ده كده شكل الوردة البسيط معايا. طبعا أنا بقفل ازاي؟ بقفل في غرزة السلسلة بقوم قصها ده باقي الخيط وقفل عليها كده. دي كده شكل الوردة معايا.